ممكن الأزواج يكونوا أصدقاء؟ كل ما الإنسان يكبر أنه يصير صداقة، إذا هو متفاهم والحب أكو موجود، أهم شيء هو الحب فيولد الصداقة. أصدقاء أي حد ماشي الحال، يعني تقريبا بتعرف كل شيء عني وبعرف كل شيء عنها هيك، يعني إذا بدك بالتفاهم احترام، كل واحد بيحترم آراء الثاني اختياراته هيك أكيد. هلا أنا بعرف رفقات بيحكوا لبعض كل شيء كل شيء كل شيء، أنتوا هيك؟ ايه أكيد، هو بيقول لي كل شيء وأنا بقول له كل شيء نفس الشيء. ماني متجوزة يعني أنا سنجل ماني متزوج. ما بدك تتزوج؟ بلا.